ابتداء من شهداء 28 رمضان أول شهداء حكومة الإجرام، شهدائنا في كتب والأحداث الأخيرة اللي حصلت في كتب نترحم عليهم، وكل شهداء ثورتنا نتمنى عاجل الشفاء إن شاء الله لكل الجرحى والمصابين. برضو عايزين نشكر الشباب الحلوين الصابين هنا من يوم 6 أبريل، كل شبابنا وكنداتاتنا اللي شاركوا في المظاهرات، اللي طلعوا بالرغم من الرصاص من الكتل من الخوف اللي كان حاصل. شكرا لكل بيت فتح بابه وخبى ثورتي وكنداكا في بيته من ميليشيات الامن المجرمين دين. شكرا لكل في دكانة ذول مويه، شكرا لكل في دكان ادى مويه ساعد يتستر على ثورتي حماهم حفظهم، شكرا لهم كلكم يا جماعه، شكرا لهم. انا عندي سؤال للثوار الحلوين والكنداكات، عايزاكم كلكم في لحظة واحدة تجاوبوني على سؤالي ده. هل انتوا عارفين انكم انتوا حلوين بجد؟ عارفين انكم انتوا اقوياء حقيقي؟ لو ما عارفين لازم تعرفوا حقيقي انتوا اقوياء اكثر من اي شيء ممكن تتخيلوه. احنا اسقطنا نظام له 30 سنة ما بنسميه نظام الإنقاذ، نظام الدمار، قدرنا نسقطه إحنا كلنا. فأي زول كان شاك في نفسه للحظة إنه هو ما بيقدر يحقق حاجة أو ينتصر لازم يعرف إنه هو قادر إنه يحقق. كوننا وصلنا مرحلتنا اللي إحنا فيها دي ده انتصار عظيم مننا. إنتوا حلوين بجد وإنتوا أقوياء فعلا حقيقي، كلنا ناس أقوياء. كوننا شفنا الموت بعيننا، في ناس كتار مننا هنا صاحبهم مات، قريبهم، ولدهم. كوننا شفنا ناس عزيزين علينا فقدناهم، فإحنا أقوياء وواصلنا بعد كده إحنا أقوياء. الليلة أنا موضوعي عايزة أتكلم فيه، عايزة أتكلم عن الصدر ما بعد نجاح ثورتنا، او انا زي ما انا كده سميت ما بعد ثورتنا ونجاحها، ما بعد صبتنا دي، بعد ما نرجع بيوتنا ونحقق نجاحنا الاولي، احنا حنكون قدامنا في تحدي كبير شديد اللي هو كيف احنا نصبر على مستقبلنا ما بعد كده. مستقبلنا ما بعد نجاح ثورتنا هو مستقبل جميل ومستقبل واعي، لكن عايز مننا صبر، عايز مننا صبر كأفراد وكثوار إحنا ديل، وصبر على حكومتنا اللي حتقودنا لقدام. المرحلة الجاية هي مرحلة بتاعت إعادة ترتيب أولويات، سواء على الصعيد الشخصي ولا على صعيد حكومتنا. حكومتنا مفروض إحنا نعيد ترتيب أولوياتنا بحيث إنه مكافحة الفساد تكون هي رقم واحد في أولوياتنا. يعني شعارنا بتاع حرية سلام وعدالة لازم يتحقق ويكون بند من بنودنا رقم واحد. العدالة دي يعني البروشة اللي سرقت ترجع، يعني أي زول كتل حيتحاسب، أي زول كان فاسد حيتحاسب على فساده ده، أي زول ارتكب غلط في طيلة الثلاثين سنة الفاتت هو حيتحاسب على العمل. محاربة الفساد معناها توفير فرص حقيقية للزول اللي بيستحق الفرصة دي. دي واحدة، دي حاجة مهمة ممكن احنا نكون ما ماخدين بالنا منها، عشان بعدين احنا بعد ما نرجع بيوتنا ما نقول ليه الوضع ما تصلح، ما انا طلعت وصرت واعتصمت اسبوعين وقعدت في القياده وصبيتها عشان انا القى مستقبل كويس. ما اعاده ترتيب اولوياتنا ما معناها احمد اللي كان قاعد اسبوعين انا بكره لازم احقق له كل احلامه.
ولا نفيسه اللي طلعت في المظاهرات وما كلمت اهلها وعرضت نفسها للخطر وللرصاص وللموت مفروض احقق لها احلامها طوال. لا، في مجهود كبير من حكومتنا الجايه وفي مجهود مننا احنا. احنا برضو لازم نعيد ترتيب اولوياتنا. لازم نتنازل عن الهوامش اللي احنا كنا خاتينها كاولويه في حياتنا. لازم تكون اول بند في اولوياتنا هو كيف نبني نفسنا، ما نبني لنفسنا. في فرق بين انه انت تبني لنفسك وبين انه انت تبني نفسك. تبني نفسك لازم نكون مركزين على نقاط ضعفنا كويس ونكون عارفين احنا ضعيفين وين، احنا قدراتنا شنو، احنا مهاراتنا شنو، احنا ممكن نشتغل عليها وننميها ونكون قادرين واحنا نكون جاهزين. لانه قبل هناك قلت لكم محاربه الفساد هي معناها فرص حقيقيه اللي بيستحق الفرصه دي. فلو احنا ما بقينا جاهزين للفرص الحجينا خلال الفتره الجايه ده حيخلينا نشك في انه طيب احنا اسقطناها ليش، مو ما في حاجه تغيرت. ما في حاجه تغيرت لانه احنا ركزنا على اولويات حكومتنا ونسينا اولوياتنا وما رتبناها. لازم كل واحد فينا يكون عارف تماما في الفتره الجايه هو يشتغل على نفسه ويبني نفسه. ما تعملوا لنفسكم، اعملوا نفسكم يا جماعه. ما تقولوا اشتري عربيه واجر واجيب 6 مليون في الشهر وتقضين، لا. ابني نفسك. شوف انت مهاراتك وقدراتك وين نميها. قبل كم يوم كتبت سؤال قلت الناس اتعلمت من الثوره شنو واضافت لها شنو. لازم كلنا نكون عارفين انه الثوره دي علمتنا انه ناس احنا اقوياء بنقدر نحقق الحاجه اللي احنا عايزينها. وفي نفس الوقت بتعرفك قدراتك ونقاط القوه اللي عندك شنو وتقدر تشتغل عليها. الموضوع ده برضه يا جماعه ما سهل. عاوز صبر. عاوز صبر ومجهود ذهني وجسماني ومالي. محتاجين نساهر عشان نقرا وعشان نتعلم وعشان نكون جاهزين. محتاجين نصرف قروش. محتاجين الدعم الدخلي لنا عشان نصرف قروش عشان نبني نفسنا. الموضوع ده كله مربوط بالصبر. وكيف احنا نصبر على نفسنا عشان نكون جاهزين في انه احنا نقتبس الفرص الكثيره الجايه. كلنا يا جماعه عارفين انه احنا حكومه الدمار دي بعد ما احنا كنا فوق دخلتنا في حفره عميقه في الوطن. عشان احنا نطلع من الحفره دي عاوز فيها صبر وعاوز شغل كثير مننا. ما عاوزاكم تنسوا انه احنا بنقدر نعمل الحاجه دي. ولازم نكون عارفين تماما يا جماعه اي اصلاح حيكون حاصل فهو اصلاح حيكون للشعب ككل، ما لافراد، ما لي انا نبراس ولا مجاهد ولا احمد ولا محمد. الاصلاح حيكون في شكل خدمات عامه للشعب ككل يا جماعه. عشان ما نفهم انه احنا تعبنا واحنا ضيعنا لا، احنا ما في حاجه ضاعت مننا. كل المهم واللي احنا لازم نفهمه انه احنا لازم نعيد ترتيب اولوياتنا، نتنازل عن الهوامش. نتنازل عن الهوامش يا جماعه. اي حاجه هامشيه كنا متخيلينها هي حاجه اساسيه نتنازلوا عنها، نتنازل عنها. احنا في مرحله بتاعت انه احنا لازم نتمسك بالاهم والاهم والاهم ونشتغل عليه. عشان نعرف نصر. التنميه كلنا حنكون متوقعين وانا يعني في ناس كلها حنكون متوقعين والله صدقا خلاص مفروض الدولار ينزل. لا ما هو احنا ما اقتصاديين لكن كلنا عارفين انه اقتصاد حينمو معناها دوله منتجه. دوله منتجه معناها في قوه بشريه متمكنه وعندها كفاءات عاليه هي اللي بتساعد في التنميه. التنمية ما مسؤولية الحكومة بلا، التنمية مسؤوليتنا احنا لانه احنا القوة البشرية اللي بننمي. فلو ما بقينا جاهزين لمرحلة التنمية ما حنقدر ننمو بسرعة.
احنا حاليا في مرحله بتاعه اختلاع لنظام مجرم وفاسد وقاتل ودموي. بعد ما ننتهي من المرحله دي احنا محتاجين طوالي نخش في مرحله الصبر ومرحله انه احنا كيف ننهض ببلدنا وباقتصادنا وبرفاهيتنا. ما تنسوا يا جماعه، محتاجين صبر، محتاجين عزيمه، مجهود. وفي الاخير عايز اقول لكم يعني احنا بنقدر نعمل ايه؟ كوننا اسقطنا المجرمين ديل فاحنا ما علينا خوف، او انتم ما عليكم خوف، انتوا شباب حلوين. مره ثانيه بشكركم كثير، ربنا يحفظنا ويحفظكم كلكم يا رب، ويرحم شهدائنا، يرحم شهدائنا كلهم اللي راحوا، ربنا يرحمهم. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. وفي الختام أكيد 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 حنبنيه واللي نحلم به يوماتي. سقطت ما سقطت صار بينا، صار بينا برضو. شكرا لكم. شكرا جزيلا للباحث نبراس اخوانا، نحييها نحييهم جدا. الباحثين السودانيين مجددا، ونستمر في المخاطبات بتاعتنا. حاليا الباحث نزار هيتكلم عن اصلاح التعليم، اصلاح التعليم العام، ويستعرض التجربه للمدارس في تعاون ما بين المانيا والسودان. هو جزء من التجربه دي وهيستعرضها على اساس انها ممكن تساهم في تنميه التعليم التقني في السودان، وان معظم التعليم الموجود والناس اللي بيدفعوا له ابنائهم هو التعليم الاكاديمي. الناس كلها تكون همها تشيل درجه بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، وحصل تضخم كبير جدا في الشهادات الاكاديميه. اضافه لكده والمصيبه الاكبر انه السياسيين بقوا يستصدروا شهادات غير مستحقه. تلقى وزير ولا معتمد ولا بتاع، ولا مثلا وداد عملت بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في 6 سنوات. دي اينشتاين ما عملها يا اخوانا. فهنا دايرين نشوف الأهمية بتاعت التعليم التقني الفوكيشنال تريننج. ألمانيا يا إخواننا، في ألمانيا الناس ما كلها عندها بكالوريوس، لكن كلهم ألمانيا دي خرجت العالم كله بالتعليم المهني، وكذلك كوريا الجنوبية. دي تجارب الناس اطلعت عليها، وهسه دايرين نسمع بالباحث نزار حول التجربة بتاعتهم ونتشارك يعني الفائدة. مرحبا بكم مرة أخرى، ونذكر إنه بكرة إن شاء الله بكرة الموكب الساعة 4 عصر إن شاء الله من أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هينطلق موكب الباحثين السودانيين، ويقدم المطالب والمصاعب بتاعت الباحثين السودانيين في السودان وخارج السودان. خليكم معانا، الليل البرنامج إن شاء الله حافل وحيكون فيه مخاطبات كثيرة. تفضل. Thank you.
في متأسف حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كل حقيقة من جانب التعليم منذ 26 سنة من الماس إلى امتحان التكنولوجيا تعرضت إلى بعض الوقفات مع التكنولوجيا خصوصا ألمانيا. وحقيقة رجعت ألمانيا هي أكثر الدول المعنية بالتكنولوجيا تطور كل الدول الأخرى من تجربة لها 10 سنوات وتم تطبيقها نهائياً السنة دي. معنيين بالعلاقات السودانية الألمانية في تطوير بلدنا. يعني بعد الثورة إن شاء الله ماذا علينا أن نفعل؟ ماذا علينا أن نفعل؟ فمين لنا كثير من المهنيين الموجودين لكن محتاجين لتدريب، محتاجين لتأهيل، محتاجين لتطوير، محتاجين لتصنيع، محتاجين إلى آخره. بلدنا غنية بكل الثروات لكن ما قادرين نستثمرها. بيجوا المستثمرين من برا بياخدوها ببساطة. والفساد بينتشر ما جات حكومة وتجي حكومة ثانية إلا ما شاء الله. فنحن عشان ما ندي فرص للحكومات نحن نكون جزء من العملية الاستثمارية نفسها. بدل نصدر المواد الخام من مانجا ودهب وغيره وبترول إلى آخره، نحن ممكن نستعمل الأشياء دي داخل بلدنا نوديها كمواد مصدرة. الفكرة هي كيف نحن نتعلم العلوم الصحية. طيب يا جماعة نحديكم مثال بسيط بين التعليم الحالي في السودان والتعليم العام في الدول المتقدمة. ونحن معنيين في التطور التكنولوجي ده. طيب التعليم السوداني انا بدي مثال بسيط وموجود حاليا في الجامعات وواحده من الجامعات ده اللي قدامنا دي ايا كان وضعه هي عباره عن 7-8 صفحات تدرس حاليا في واحدة من الجامعات في السنة الأولى أي كان يا جامعة بغض النظر. ده منهج يدرس منهج رياضيات. هذا المنهج في سنة أولى الجامعة وهذا المنهج في سنة رابعة ابتدائي يدرس في دولة متقدمة. وهذا المنهج يغطي ما لا يغطي هذا المنهج الأول. فكيف لنا أن نصبح دولة متقدمة ودولة متطورة ما لم ننتبه إلى مسائل التعليم الحقيقية؟ فنحن من خلال هذا التعليم ممكن تطور بلدك وتمشي إلى الأمام في خطواتنا. هو الموضوع هو كله يدور في تكوين بنية تحتية علمية تعليمية حقيقية. فالخدمات اللي بيقدمها هذه المؤسسات هي ما بعد الثورة. يعني نحن الثورة بعد ما مشينا من هنا وتشكلت الحكومة ماذا علينا أن نفعل؟ عندنا نوعين من التعليم. إما تأتي إلى هذه المراكز وإن شاء الله حيكون 115 مدرسة تعليمية شبه مجانية أو قليلة التكلفة ومدارس ذاتية اللي هي في المنازل. ما عليك ان انت تاخذ المواد وتدرس في البيت عن طريق الفيديو ليرنينج ومحاضرات مقدمه مجانيه في كل العلوم التطبيقيه الحقيقيه من فيزياء وكيمياء وعلم فلك وروبوتكس وما شابه من العلوم المحتاجين لها نحن في البلاد بتاعتنا. مثلا محتاجين للعلوم الخاصه بالكهرباء، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا السيارات. الحاجات اللي قدامكم دي هي عباره عن العلوم سامبل من العلوم الموجوده في حياتكم اليوميه. هي
متطورة ومفيدة جدا، وبتقلل لكم الزمن والتكاليف وتحديد الأهداف. نحن عشان ما الحكاية تجود عليك وتبقى انت ماشي في المسار الصحيح، هتعرف من خلال هذه الفكرة ما هي التعليم او ما هو التعليم الصحيح اللي انت مفروض تتعلمه عشان تطور نفسك وتطور بيتك ومن حولك. فلو شفتوا قدامنا الاشياء اللي قدامنا دي هاي تكنولوجي موجودة في امريكا وفي المانيا كامثلة، فده نموذج لطفل، المنهج بتاع طفل في سنة رابعة ابتدائي. كذلك حقيقة أنا تم إرسال لي منهج ألماني من ألمانيا في آخر تكنولوجيا تدرس في العالم، اللي هي دي اللابات والورش والمعدات الخاصة بالتطوير، موجودة حاليا في مدرسة في جامعة الدرمان الأهلية من العام 2009، ودي بدأت التجربة وموجود جزء منها في جامعة الخرطوم كلابات 5 نماذج لها، وموجودة في جامعة الدرمان الإسلامية جزء منها النماذج. فنحن معنيين بإنشاء هذه المدارس لفترة 10 سنوات زي ما مذكور حاليا هنا. فنحن يا جماعة دائما نقول لأولادنا وأخواننا وأحبانا في الحياة عايزين يطلع موحد، فكونه يطلع موحد دي ما معنى يمشي يقرأ الجامعة عشان يقرأ منهج زي ده. وحقيقة المنهج زي ده أي إن كان خيرا لو خدناه بالصيد ده ولا بالصيد ده لا يعني حاجة. فنحن قاعدين نضيع زمننا في مواصلات في ما شابه من الأشياء دي، فده ليس بتعليم إنما هو ضياع زمن وضياع جهد ومال، وفي النهاية الحصيلة صفر كبير. الخدمات اللي بقدمها للمشروع أنا هنا ما متابع كثير، بقرا من أوجه الناس. الدراسات اللي قدمت في الموضوع ده الدراسة الاقتصادية ودراسة جدوى فنية وفمالية. الوصف بتاع المشروع ده هو شنو أصلا؟ هو المشروع ده قائم على دولة حقيقية عايزة تقوي بلدها، عبارة عن مشروع مدارس تكنولوجية كنا نسميه هنا. هو نحن مع تقدم التكنولوجي ده بيقول التكنولوجي ساينسيست أو علوم التكنولوجيا، هو أصبح علم حقيقي. يعني أنت بتاخذ الأكاديميك زائدا شنو بتاخذ معه تكنولوجي إضافي وليس تكنيكال. التخصص بتاعك عايز علم الروبوتكس، عايز علم الصناعة، عايز علم السي ان سي ماشين، عايز الاي سي تكنولوجي، دي سي تكنولوجي، اي ان كان من انواع التكنولوجي انت بتاخده ويبغى الرغبات بتاعتك. المقومات اللي خلتني انه انا اعمل الكلام ده شنو؟ انا لي 23 سنه ببحث في الموضوع ده. اول حاجه في التقدم والتطور السريع اللي مشى في العالم ديت، وده يعني موجود في كل انحاء العالم. الحاجه الثانيه بعد المهنيين والخريجين، انا عندي كتار من الخريجين يعني زي ما انا واجهت نفس المشكله، انه الخريج عنده مشكله في مواجهه الحياه. ليه؟ لانه هو كان اصلا بيعتمد على الشيتس او على النوتس اللي بيكتبه وموجود في كل المكتبات بتاعت التصوير وغيره. قله الايدي الماهره والمتخصصه، ودي دائما بنجيبها نحن هسه في الشركات الكبيره فلبينيين وهنود وغيره، في حين انه كان ممكن نعمل الحكايه دي، وخشينا في تحدي مع شركات عالميه جابت فلبينيين وهنود. في النهايه عن طريق الديفايسز والنولج اللي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحن السودانيين جديرين جدا، ونحن بنقدر نصبر مش 30 سنه لو بقت 100 سنه ونحن كذلك ممكن نصبر ونصل لنتائج مرضيه. وجود تخصصات جديده ما مواكبات يعني ما مواكبه في المؤسسات التعليميه. يعني هسه لو جيت انا تكلمت عن السي ان سي ماشين تكنولوجي، ده علم اصبحت تصنع به الموبايلات، تصنع به اللمبات، تصنع به التلفزيونات، تصنع به المايكات، تصنع به كل المصانع دي تشتغل بالسي ان سي ماشين، اللي هي كمبيوتر نيوميريكال سيستم. طيب نمطية التعليم العامة حاليا كل شيء الكتاب بتاعنا لو جيت انت تشوفه وتطلع عليه وتقراه حتلقى نفسك انت بتقرا لك زي في كتاب تاريخ. وفعلا لما تمشي برا يقول لك يا اخي انت والله قريت هيستري، ده كله ما نحن خليناه وجبنا حاجه برا داخل السودان، وجبنا الاجانب ذاتهم الالمان وغيره يدربوا الناس ويدرسوهم العلم الحقيقي اللي بيوصل الناس الى استغلال موارده الموجودة داخل السودان. الاستثمار العالمي في السودان
ودي حاجة شايفينها كلكم، يعني المستثمرين بيجوا السودان ودايرين يستثمروا وكذا وبيدونا في الغروض بتاعة الجاز وغيره، عشان شنو؟ شنو مواردنا؟ ما عشان سيود سواد عيوننا ولا غيره، لكن عايزين يشيلوا الشيء الموجود في البلد. فنحن لو انتبهنا غيرنا سياسة التعليم لدي إلى تعليم أفضل، دمج التعليم الأكاديمي والفني والصناعي في نهج متطور اسمه التكنولوجي، وليس تعليم نقول أكاديمي وفني وأدبي، ده كله كلام عفز عمل الزمن عنه وانتهى. في تعليم اسمه التكنولوجي، هو خليط من هذه العلوم ذات منفعة في تقديم شيء جديد. الحراك العالمي من أجل التطور بتاع التعليم اللي انتم شايفينه في ثورة التعليم عالمية، مش ثورة التعليم بتاعتنا بس هنا دي كلها واسطاتها إلى آخره. فهذه واحدة من الأشياء. الأهداف عندنا 5 أهداف رئيسية، اللي هي زي ما شايفين في البوينت، الهدف من المشروع ذاته تعليمي لمعرفة آخر ما تتوصلت إليه التكنولوجيا العالمية. يعني بمعنى أنه نحن هسه بتاخذ المنهج دي، بعد ما أنت أخذت المنهج ده سواء كان في بيتك أو في السكول أو في أي حتة، بعد ما أخذت المنهج ده حصل طفرة في العالم. عادة الوزارات وغيره تعيد في طباعة كل 5 إلى 10 سنوات عشان تواكب ما حصل بين يوم وليلة. بيحصل فرق كبير جدا في المعلومات، والفرق تكون بين الجيل والجيل الآخر بعيدة. فنحن هنا ديلي إذا كان في أي أبديتك طوال بد الدارس أو الطالب بما حصل جديد في العالم حتى يكون انترست لكل المشاريع اللي هو شغال فيها. عفوا إذا أنا كنت بتكلم ببعض المصطلحات لكن غصبا عني. تدريب، الهدف الثاني تدريب. يعني مثلا جانا أخونا، نفتكر أخونا ده جانا يتدرب برضو، احنا نتدرب في المجال اللي هو راغب فيه ويبغى التكنولوجيا العالمية. يعني ما بقول هو داير يدرس والله يفرص بتاع حاجة فلانية، نقول له في كورس أفضل وقد نجيب له مدرب خارجي وياخد تريننج عند ديفايسز، يعني أو بياخد تدريب في الأجهزة المعنية. أهم ما ده كله إنه هو لما نجي يدرب عندنا ما بس خلاص نقول نمشي أنت تدربت وهذه الشهادة زي ما بتعمل المعاهد والمدارس والأم، لا نحن بنديه إنه تريننج عند جوب، يعني بمعنى حيتدرب في مكان حقيقي فيه مشكلة أو فيه مشاكل. يعني إذا كان هو بيتدرب في مجال السيارات القدامنا دي ديفايسز معنيه بمساله السيارات وغيره. بالنسبه تكنولوجيا السيارات متفرعه، وقبل ايام لو شفتوا في رواندا كانت دوله فقيره جدا وتعبانه ومثال يعني، وفيها الحروب والمشاكل، الليله اصبحت من احسن الدول في افريقيا في الاقتصاد. حتى شركه فولكس واجن الشركه الالمانيه المعروفه لدى العالم كله يا البي دبليو او الفولكس واجن عملت مصنع هناك في رواندا اذا شفتوا في الاخبار. فالحاجه دي نحن جبنا منها المصنع المساعد في تكوين المصنع نفسه، يعني هيكون معانا في داخل السودان ان شاء الله. فالقضيه كلها انه نحن لو ما تدربنا صح من الصغر ومشينا في التراك الصحيح هيحصل عندنا مشكله. نحن التدريب اللي عندنا الطالب بياخذ 15 مشروع زي مشاريع التخرج الحقيقيه، مش مشروع عشان ليل درجة الباكالوريوس أو الماجستير حاجة تلقطها من الانترنت وهذا، لا انت حاجة حقيقية تعملها تفيد المجتمع، المجتمع العالمي كله يشوفها انت تنفذها حقيقة. 15 مشروع من عمرك انت 8 سنوات الى تحصل 18 سنة، يعني انت هو التعليم مفروض يجي في حد 18 سنة ده التعليم التلقى، اما التعليم البحثي يبدأ من 18 سنة وفما فوق. انت تشبعت تماما بالمشاريع بالافكار بالمعارف الكتب بالمراجع الى اخره. طيب دراسه العوامل المؤثره حجم الطلب والعرض دي طبعا انه لانه في استثمار وفي المسائل المربوطه بالعمليه الاستثماريه، يعني المستثمر لما يجي برا بيجيب مكان بيجيب مصنع بيجيب مهندسين هيروت بنغاله الى اخره عشان يشغلوا له. نحن بنجيب شنو كذا ك يعني اطراف تشغيليه وليس في المحور التصنيعي نفسه. فعشان كده لا توجد مصانع في البلاد تقوم بصناعه البنيه التحتيه الاساسيه، وانما هي صناعه خدميه زي ما يتم استيرادها من الدول المتقدمه. يعني عاده بتمشي تجيب مصنع حتى لو كان جياد نفسه، فبتجيب مصنع وبعد ذلك بيشغل لك ناس اوبريترز او مشغلين. طيب احنا عايزين ننهي المساله دي
المنبر ده عايزين ننهي المسألة دي، ما نكون أوبريتر، نحن نكون مصنعين للمصنع نفسه. الحكاية دي ليس بصعبة، الحكاية دي إذا وقفوا عليك ناس هم مخلصين للحكاية زي ألمانيا، إذا ألمانيا قدمت لك إنك تنهي لك المسألة دي تكون دولة زي اليابان. اليابان قامت على الحضارة الصينية، الحضارة الألمانية، يعني حتى المصانع أو المفاعلات النووية الموجودة حاليا في ألمانيا هي في اليابان هي الأصل، هي صناعة ألمانية. فألمانيا دولة غير معادية للسودان، دولة صديقة للسودان، عايزة تفتح آفاق للسودان، عايزة تقدم خدمات للسودان حقيقية. وانا اصدقكم نقول يعني لفيت مجموعه كبيره من المدارس والجامعات، لقيت انه بيدرسوا المجال بتاع التكنولوجي ده في البروجيكتور بس، لكن ما في لابات ولا في ورش ولا في غيره، بل يمشوا جامعه السودان او يمشي اي جامعه يجرون بالساعه درسوا الطلاب ده لفتره محدده ياخذوا 10 15 عموما. حجم السوق بتاعنا انه نحن ما قاعد نتجاوز ال 2%، يعني المهندسين والتكنولوجيا عموما اي كان في الطب ولا غيره ما بيتجاوز ال 2% من حجم العمل، والباقي 19% بيجي يتم من الصين واليابان ومن غيره من الدول المتقدمه بتاعتنا. طيب نحن عموما بغرض انشاء اصلا 115 جيرمان سكول بين السودان والمانيا باذن الله تعالى، ومبادره جاءت مني انا وخاطبت بعض الشركات الالمانيه في الحكايه دي، فقالوا على اهم الاستعداد انه يدونا اكوبمنت واجهزه ومعدات حتى نبقى زي الدول المتقدمه زينا زي الدول الصين زي ما احنا شايفين. فالدراسه بتاعتنا بتشمل كل الناس سواء كانوا فنيين او اساسيين او ثانويين واصحاب المشاريع البحثيه وغيره. طيب انا دراسه المنافسين دي لفيت على الجامعات زي ما ذكرت قبل شويه، والشيء اللي لقيته انه هو بتقدر تدرس حاجات قشريه لا تعني حاجه بالتكنولوجيا بالتطور، لا تعني حاجه بالتقدم، ما هو الشيء المطلوب منك يعني تماما. طيب دي بعض الستادس اللي اخذتها، ممكن ننزل شويه ونشوف حاجه. استراتيجيه التعلم والتوظيف دي يعني انا اصلي لو سالت واحد من اخوانكم بعد ما تخرجت من الجامعه، الجامعه عملت لك شو؟ ولا ادتني شهاده. طيب بعد اخذت الشهاده حصل شو؟ والله مشيت اشوف لي بتاع التريننج او اشتغلت لي في موتر في ركشة في امجاد في غيره. طيب انت قريت 19 سنه، طيب من اول ما كان تقرا الحاجه دي ده المنطق اللي بيقوله كل الناس وده الحقيقه يعني. ليه يعني زادت لك شنو العلم؟ انت بالعكس انت اصبحت ارهاق على نفسك وعلى الدوله وعلى اسرتك وغلاءك، ده كله مسبب لك. فنحن هنا عندنا سياسه التوظيف، يعني انت درست انسايد جيرمان تكنولوجي سكولز، انت بعد ذاك بتكون شنو؟ جزء من المسألة التشغيلية، عندك مرتبك وعندك وظيفة بتأديها وعندك أبحاث وعندك لأن أنت أصبحت إنسان مطور ما ممكن نفكر أقول لك أمشي شنو؟ أمشي الشارع فتش لك وظيفة أو أمشي. فدي سياسة التعليم والتوظيف والاستراتيجية بتاعتي. طيب دراسة الجدول دي متعلقة بأنه المناشط بتاعتنا حتكون في شنو؟ يعني نحن في الرياض في الأساس في الثانوي في الجامعة وغير الجامعة بنعمل تدريب فني وحرفي وتكنولوجي متخصص وتوظيف الخريج والمسألة المتعلقة بالتأهيل سواء كان عن طريق المؤسسة أو عايز تتأهل أنت كشخصك. وجاتنا مصانع حقيقة في جيرمان تكنولوجي عايزة تشوف نحن شغالين في شنو، قدمت لنا أنه عندها بعض الكورسات ناقصة ما ممكن تدرس الا في دول متقدمه وحتكلفها دولارات لانه المبالغ طايله، فنحن عايزين نخلي الدولار ده قاعد داخل السودان وفي نفس الوقت يستفيد منه مع داخل السودان، والمساله دي ليس ببعيد. طيب دي المشروع ده عشان يقوم لازم الوزارات توافق عليه سواء كانت وزاره التربيه وغيره الى اخره. طيب انا عشان الناس ما اطيل عليها المشروع ده ممكن الناس اذا حبت تسال او تطلع على بعض الاشياء او تعرف حاجه في التكنولوجي ده شنو يعني انا بوري مثلا كنموذج نحن الاطفال بالنسبه
أنا ما بعرض عن شركة، أنا بعرض عن حاجة تعليمية مفروض تكون داخل كل مؤسسة تعليمية في السودان. زي دي شنطة بتجي فيها 101 مشروع. الطفل من عمره 8 سنوات تدرس حاليا في أمريكا. الحقيبة دي ب 3000 جنيه سوداني. أقلبها. طيب الحقيبة دي فيها زمانك يا جماعة عرفنا كيف اللمبة دي تضاع كيف في البيت، وكنا بنجيب حجار بطارية من ال من ال من ال التكاكين وكذا. فأصبح في شنط مخصصة للابتكار، كل شنطة من هذه الشنط فيها مشروعات مختلفة بتعلم الطالب كيف يصمم الدوائر الكهربائية والإلكترونية، وفي مجال الاتصالات في مجالات المختلفة. فالشنطة دي بتوري توصيلات التوالي والتوازي والموتور واللمبة والمروحة والغسالة والحاجات المكونة دي، حتى الدوائر بتاعت الإسعاف، عربات الإسعاف، حتى يعني أنت بتخيل من عمره 8 سنوات أنت لو قاعد تتكلم عن سنسر بتلقى قاعد هنا قاعد سنسر متعلق بالإضاءة بالسرعة، مش لحد ما وصل الجامعة ومشى وانتهى من الجامعة بعد شوية يفكر له في درين وخش له في ورشة وخش له في مصنع حتى يعرف سلوك السنسر ويعرف التوصيلات والمسائل المتعلقة. الأمريكان من عمرهم 8 سنوات انتهوا من الموضوع ده خلاص، شافوا حاجة غيرها تاني. عشان كده الفرق بيننا وبينهم كبيرة. جاي من وين؟ جاي من انه هم يتعلموا علم صحيح والصبر. يعني ال 30 سنة دي لو الحكومة كانت بتجيب للناس زي دي لابات ورش، ما كان كل زول ما احتاج مورد، ما كان أي شيء كان بيصنعه داخل بلده، لأنه المواد الخام اللي عندنا هنا كلها بتمشي الصين وغيره، بتجينا نحن راجع في شكل لعب وما عارف حاجات تعبانة وميتة كده، ما حتطورنا وما حتقدمنا لحاجة قدام. فهنا أنا جربتها من عمر 7 سنوات ونص، بدي عمرها 7 سنوات ونص، لقيت إنه اشتغلت معي 10 مشاريع في ساعة. وما زكاة، يعني بتجي ما زكية عادية زي واحدة. إيه لو جبنا الناس الموجودين في القرى والموجودين في الحتات النائية أسكية جدا، فديل نحن ممكن في 10 سنوات الدراسة، من 10 إلى 15 سنة نحن بنقدر نكون دولة صناعية، لأنه عندنا البنية التحتية الصناعية. يعني نقدر نعمل مصنع، نقدر نعمل مكانات تصنع، مش نحن نجيب مصنع من الصين ولا من اليابان ولا من ألمانيا ونقعد نشوف لناس مشغلين ولا ده يفتح. لا، ده كله كلام انتهى الدهر عليه. وشوفوا مصانع النسيج اللي يقول لك ما بدك تشتغل ودائرة سبير ودائرة غيره، وشوفوا خزان مرة، وشوفوا المسائل دي كلها. ليه؟ لأنه نحن بدينا غلط. فالبداية الغلط حندفع ثمنها وحنظل ندفع ثمنها إلى ما شاء الله. والمسألة دي هي كلها مربوطة يا جماعة، ما بنوكل على جهد الحكومة، بنوكلها على جهدنا نحن. طيب النموذج اللي قدامنا ده عبارة عن Advanced Technology Labs أو اللابات الألمانية الموجودة في أمريكا، شكلها كيف هذا؟ ده عن طريق واحد اسمه بروفيسور أحمد علي اللي هو كان رئيس عميد كلية الهندسة في جامعة أم درمان الأهلية، مشى على أمريكا قال يا أخي أنا عايز أحسن لابات مطورة في العالم، فخش أحسن الجامعات في أمريكا، أحسن الجامعات في أمريكا. فقالوا لي يا أخي اللابات أحسن لابات أو ورش اللي هي لابات معامل بتاعت كهرباء وحاسوب وروبوتكس وما شابه من الأشياء التكنولوجية. فقالوا لي الحاجات دي أصلا مصنعة في ألمانيا. فمشى طوالي خاطب الألمان ودوه لمدة أسبوع، قعد في ألمانيا أسبوع ويحكي لي بنفسه. اشترى لابات ب 89,000 دولار للجامعة الأهلية، وقت ذاك الدولار كان ب 2000، فالكلام ده سنة 2009 تقريبا. فلما جاء الجزء من اللابات دي وقعدنا اشتغلنا فيها، لقينا تكنولوجيا سهلة في نفس الوقت بتوديك إلى مسار التصنيع. يعني انت تصبح زول مصنع، لانهم بيخاطبوك ستيب باي ستيب. فالالمان ما عندهم حق، يعني ممكن البريطانيين، ممكن الفرنسيين، ممكن دول كثيره جدا يكون عندها بينك وبينهم اشكاليات، او امريكا ما تبيع لك الحاجه وما تديك. وفعلا ده الحاصل، يعني نسيت ده تنزل دي. فالاشياء دي مجربه وما علينا الا ان احنا ننتبه للتعليم.
التعليم إذا دارت تتعلم أنت في واحدة من المراكز تعجرب التكنولوجي انترناشونال سكول أو دارت تتعلم لوحدك خاطرنا نديك الماتيريال نديك حتى اللعبات اللي ممكن تنزلها أنت في الكمبيوتر تطور نفسك بل بنمشي أكثر من كده إنك لو صممت منتج بيمشي الصين وبتكلم 10 نسخ منه ب$2 أنت تجي تجيبه نحن بنقودك لحد ما توصلك أنت تعمل المنتج دي تصمم دوائر إلكترونية أو دوائر بتاع التحكم ونفهمك المسألة كلها وبعد ذلك لما تمشي الصين وتجي المسألة راجعة غاية البساطة ما عايز منك أنت زول أستاذ جامعي أو دكتور أو أستاذ أو قارب أكاديميوس أو غيره أنت حتى لو كنت فني عندك الفكرة عايز تطور نفسك وتطور من حولك أنت ممكن تمشي في هذا المجال يعني ما عايز مجهود كبير أو زخم علمي كبير فنحن بنقودك بنديك فيديوهات تعليمية بنديك لابس بنديك كتب مبسطة وبلغات مختلفة حسب اللغة اللي انت عايزها تمام يتواصل معانا سواء كان في الفيس او كان عن طريق سيد عبد العزيز يقولون ان شاء الله طيب المهم جدا يا جماعة نحن الثورة دي بعد ما تنتهي لازم نحافظ على المستوى التعليمي بتاعنا عندنا ده ونضيف عليه التكنولوجيا التعليمي الاضافي انا عايز انبه له حاجه مهمه جدا جدا انت ممكن تمتلك مهنه او حرفه بطريقه بسيطه اذا انت رجعت لنا في الويب سايت او في الفيس او عن طريق الوحده من الاتصالات انا احنا بنملكك مهنه او حرفه حتى لو انت كنت بس بتكتب الف باء تاء ساء طيب لو في زول عنده سؤال او اضافات بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم محمد عبد الله أحمد والله المشروع الذي شديد هو والله المشروع عجب شديد والمشروع مشجع يعني أنا عندي أن هذا كله مجال هنا أصلا مجال للسودان على السودان وضيم المشاريع أنا أذكر كثير هنا لكن أنا لما جيت هنا لقيت المشروع ده فيه نص فيه حاجة كده حقيقية وحاجة كده متطورة الكرة يعني جميل شديد لكن أنا بس يعني في تخويف التخويف ده جابني يعني التخويف جاي من شنو؟ يعني من التكدس اللي كان حصل هنا في السودان وفي المدة الطويلة اللي جاية دي أدوان مصداقية وما شابه كده بس عاوز مصداقية والكلام ده كله إن شاء الله يمارك بالمشروع ده وش ما أقدر أدير أسلوب زي كده هذا المشروع ده وقلت قاعدين فيه وقلت كيف ومين الذي شنو من الجماعة الذين مثلا معاك مثلا دكاترة أساتذة إن شاء الله لو اتحركت قدام كده ولا لا إن شاء الله أكون معهم إن شاء الله جزاك الله خير إن شاء الله وأنا يعني بتكلم عن المصداقية من هم الذين يقومون بهذا المشروع؟ طيب المصداقية قدامنا في أمثلة حقيقية يعني احنا ما قدرنا نجيب كل الأشياء الموجودة في الجيرمان تكنولوجي انترناشونال سكول لأنه يمكن ما يسع المكان وبعدين هنعمل أثرنا انه نجيب بعض الصور الخاصة بالحاجة دي طيب المشروع هو يعني بالنسبة للمصداقية ناس مجربة في ناس تدربوا فيها وفي ناس عندك تريننج فيها وفي ناس إن شاء الله في المستقبل الطريق حيكون خريجين منها طيب المشروع زي ما نقول القائمين على الأمر ده الجزء الأول القائمين على الأمر فيهم ناس متخصصين سواء كنت شخصي أو غيري على مستويات علمية مختلفة يعني ما بقول لك دكتور او على راس العرب هو دكتور موجود في كل واحد على حسب تخصصه ما في محاضرات في الوظيفه يعني انا كنت بصير ما انا بوستاذ ما انفع اكون اداري ما انفع اكون كذا بالرغم انه هي الفكره يعني الحمد لله سبحانه وتعالى يعني نبعت مني انا لكن شنو تبنوها ناس ثانيه وجيبوا فيها حماسه اكثر مني يعني فموجود معانا الباشمهندس عبد الإيهاب والباشمهندس
عمار الاثنين موجودين معانا دين امروا بالفكره وبعدوا شافوا الحاصل شنو في المقر عندنا مقر حقيقي وفي سعي في تطوير منظمه دوليه بين السودان والمانيا ان شاء الله حتى نخرج من هذه الضائقه التعليميه. طبعا يا جماعه التعليم هو البنيه التحتيه لكل الاشياء، يعني الناس كله ترجع في النهايه للتعليم. إذا كان التعليم بتاعنا ما على قد الكلام ما حنتطور، حنقول برضه في نفس الكتة الهرج والمرج وما حنصل لحاجة. تمام؟ فالمناهج اللي قدامكم دي هي مناهج تدرس في مدارس خاصة وجزء منها هي ما درست حقيقة زي المناهج الألمانية، وفي لابات واشياء كلها ما موجوده احنا دخلناها في المدارس هي حتى تكون شنو هي البيئه الاساسي للاطفال. يسلم في سؤال ثاني ويتوسد ينوم ويطهن يا رب. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشكركم شكرا جزيلا جدا على المبادره. والله المبادره اتمنى انه يعني كلنا نتمنى الواحد يشوف السودان فوق، السودان في مصاف الدول المتقدمه. عندنا امكانيات كبيره جدا، ممكن الدوله الصناعيه، ممكن الدوله يعني تستجدى بتشحذ الوقود، تشحذ الطعام، بتشحذ الحاجات دي ما حقتنا ولا بتشبهنا، لكن الحمد لله القمه اتفكت زي ما بيقولوا. فالمبادره جميله بكل شكل واشكركم عليها، لكن بسال من عنوانكم شنو يعني في الفيسبوك تواصلوا معاكم كيف مثلا عندكم ناس في الفيسبوك في الواتساب عندكم موقع هنا وفي من حد تواصل معاكم كيف؟ وشكرا جزيلا. بالنسبة للادريس او العنوان بتاعنا مدارس التكنولوجيا الالمانية دوت فيس او جيرمان تكنولوجي انترناشونال سكول، او نحن كاتبين لها جيرماني تكنولوجي كاتبين لها كذا نسبة اللي يعني انه دي ملكية حقتي حقتنا نحن من الناحيه القويه. طيب اللي هي لو شفتوا نحن قاعدين اربع نقاط، حدد هدفك واغتنم وقتك ووفر مالك وجهدك وحدد حلم وظيفتك، ودي الحته الموجوده في كل المؤسسات التعليميه. يعني انت من هنا بتعرف انت داير شنو من بدري، تخصصك شنو من عمرك في سنه سادسه او جريد 6 بتكون اتجاهك شنو لما تحصل عمرك في المراحل الدراسيه، يعني كانت ثانوي انت كانك اتخرجت من الجامعه واخذت اعلى الشهادات في العالم وتوظفت احسن الوظائف باذن الله حسب قدراتك الذهنيه والبدنيه. طيب انا التواصل بتاعنا هو مكتوب في الفيس او الكروت اللي وزعناها لبعض الناس، حتى لو عايز تعرف اي معلومه عايز تتعلم اي علم حتى لو كان فري ما في مشكله ان شاء الله. والنهاية عادة للبلد وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا باشمهندس نزار، استعرض يعني تجربه ممتازه جدا على منصه مجموعه مبادره الباحثين السودانيين اللي هي موجوده في الفيسبوك. لو وصلت لي ال اتش دي ام اي ده وصل هنا الناس المجموعه يا اخواننا في الفيسبوك من المجموعات من اقدم المجموعات الموجوده البحثيه الاكاديميه، عمرها 10 سنوات فيها عدد عضويتها اكثر من 465 الف داخل وخارج السودان. داخل السودان هنا في تقريبا زي 200 ل 250 الف عضو موجودين داخل السودان، وإحنا تحنا المنصه دي على اساس انها تكون تحقق الشعار حريه سلام وعداله والوعي خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. الشعب السوداني بيحب العلم بطبيعته، ما تعلم فينا لا يعلم اولاده، والعلم ده احنا بنسكه وبنمشي وبنزاحم العلماء برجلينا في مقاعدهم. لذلك يا اخوان احنا وفرنا المنصه دي على اساس ان نعرف فيها القضايا ويعرضوا الباحثين فيها الحلول بتاعتهم لما بعد السودان ما بعد الثوره، بعد ان تكتمل الثوره. حاليا يا اخوان لم تسقط بعد، لحد هسه دي في كميه بتاع كيزان قاعدين في مؤسساتهم. احنا صافينا هنا وهم صافينا في مؤسسات الدوله بتاعتنا. احنا حنواصل الحملات التوعويه، واي واحد وعندنا ابلكيشن فور استماره الناس تقدم فيها تقول انا اتكلم في الموضوع الفلاني، الموضوع الفلاني عباره عن بحث علمي، عباره عن رايك انت الشخصي، عباره عن قصه،
بتحكي وتوثق لانتهاكات اي نوع من الانتهاكات، اعتقال، تعذيب، قتل الى اخره الى اخره. وفرصه انه السودان كله ممثل في حساب القياده العامه، اننا نسمع بعض، نتعرف على بعض، لانه اخواننا احنا واحده من مشاكلنا الكبيره بنعرف بعض. لذلك بقت لغه التخاطب بيننا ليست اللغه السودانيه. بقى التخاطب بيننا بيتم بالطلقه وبالبومبان والى اخره. حتى الناس ممكن يعتدوا عليك بتلقاهم بعض الاحيان هم بيعتدوا عليك بناء على جهل وبناء على تغرير وبناء على ايديولوجيا غلط. فرحنا بالوعي وبالتعليم ان شاء الله بنبني وطن كبير. رحنا برضه هنا مهمنا اخواننا انه نتكامل في محيط القياده العامه، احنا ما بنتنافس، احنا نتكامل ونتعاون مع بعض، دي واحده من الحاجات الروح الاساسيه الدارين نتيحها للناس. حاليا اخواننا الصحفيين السودانيين عندهم مؤتمر صحفي ونحن طبعا قريبين لهم، فما دايرين يعني نعلي صوت وهم يعلي صوت، ما دايرين كده، فحنوقف البث بتاعنا وحنرجع بعد المؤتمر الصحفي بتاعهم. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم. علي.